عودة مشاهدينا الكرام إلى خبر مقتل البغدادي. ينضم إلينا من جديد الباحث في الجامعات الإرهابية من القاهرة مصطفى أمين. مرحبا بك يا أستاذ مصطفى، هل تسمعني الآن؟ يا أهلا بكم سيد المشاهدين. شكرا لك. ما هي ملاحظاتك بداية على كل الأنباء والمعلومات الواردة حتى اللحظة فيما يخص مقتل البغدادي؟ وفي الحقيقة المؤشرات الأولية ويعني واللي أثبتت من خلال تأكيد قاطع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسألة قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بتؤكد على أن كان في عملية رصد استخباراتي وقطاع التجميع عدد ضخم جدا من المعلومات حوالين أبو بكر البغدادي، وتوج هذا الرصد بالعملية اللي تمت مساء السبت لموقع زعيم التنظيم، واستطاعت من خلاله الضغط عليه ثم اضطراره الى تصفية نفسه بحزام ناشف. اعتقد المسألة دي بتحمل عديد من المؤشرات، على رأسها بتأكد المعلومة اللي احنا دايما اكدنا عليها كباحثين ومتخصصين في الجامعات الإسلامية، لأن أبو بكر البغدادي بيتواجد في منطقة الشمال السوري أو منطقة الحدود العراقية السورية، وإنه هو لم يتم خروجه خارج سوريا أو العراق وأنه لا زال في هذه المنطقة، نفيا للادعاءات السابقة بأنه تم هروبه إلى وسط آسيا أو إلى ليبيا أو غيرها. ده المؤشر أو المؤشر الثاني بيؤكد على أن هناك عمل استخباراتي تعاوني موثق تم بين عدد من الأطراف في الداخل السوري خلال الفترة الماضية حول موقع زعيم تنظيم القاعدة. طيب، واعتقد ان في هذه النقطة يا أستاذ مصطفى، في هذه النقطة فيما يخص التعاون الاستخباراتي الذي أدى إلى مقتل البغدادي، قوات سوريا الديمقراطية كانت قد تحدثت عن تعاون استخباراتي بينها وبين واشنطن أدى إلى مقتل البغدادي، وترامب نوه إلى هذا الموضوع. أي نوع من أنواع التعاون بين الجانبين يمكن الحديث عنه؟ تفضل. التعاون مع مين؟ قوات سوريا الديمقراطية وواشنطن، والذي أدى إلى مقتل البغدادي. هو تعاون مشترك تم ما بين كل عاملين في منطقة الحدود أو القوى الفاعلة في منطقة الحدود السورية العراقية ومنطقة الشمال السوري، واعتقد قوات سوريا الديمقراطية كان لها دور هام في هذا الموضوع من خلال جمع هذه المعلومات، وهذا المخابرات العراقية وخليط الاستخبارات أو خليط الصقور اللي جمعت أيضا معلومات عن عملية انتقال بغدادي إلى سوريا. دي كلها أمور تمت خلال أعتقد الخمس شهور الماضية منذ ظهوره في مارس في الفيديو المصور اللي تم خروجه فيه. تم بعد هذه الفترة تجميع معلومات ورصد لموقعه والأماكن اللي ربما يكون متواجد فيها وتوج هذا الأمر في العملية الأخيرة. أبو بكر البغدادي في تقديري كان في سنين كان في تركيز شديد خلال الفترة الماضية وخلال الشهور الماضية على عملية اصطياده، ويمكن ده اللي خلى الرئيس ترامب بيأكد على ان عملية اصطياده كانت مرتبة من قبل الاستخبارات الامريكية بالتعاون مع شركائها الفاعلين في المنطقة. اعتقد ظهور البغدادي في مارس الماضي كان غباء شديد منه، وده اللي ادى الى سهولة قنصه بعد هذه الفترة. ايضا رئيس ترامب كشف عن عدد من المعلومات الهامة حول هذا الموضوع، انه تم اخبار البغدادي بان موقعه مرصود وطلب منه اكثر من مره تغيير موقعه لكنه رفض. وجود البغدادي في هذه المنطقه اللي تعد فارد نفوذ مناطق التنظيم الرئيسيه المنتشره على طول الحدود العراقيه السوريه وبقايا خلاياه اللي كانت ممكن تسمح له بنوع من الحمايه ساعات الهجوم عليه، دي ما توفرتش في الموقع اللي تواجد فيه وتم اغتياله، لان الموقع ده وتواجد فيه عناصر من القاعده وضابط النصره وحراس الدين وغيرهم، ودي كلها امور خلت عمليه الصياده مساله سهله، وده اللي بيؤشر وبيؤكد عليه عدم وقوع اي اصابات في القوات المهاجمه. هنتكلم عن 8 طائرات نقلت عدد كبير من الجنود هاجموا الوقت، حصل تبادل اطلاق النار، لكن عدم وجود قوه بدعم البغدادي بشكل كبير هي التي ادت الى اقتناصه او التضييق عليه بهذا الشكل. اعتقد الامر كان يختلف لو كان موجود في منطقه صحراء الانبار او في مناطق الصحراويه المتخمه للحدود السوريه العراقيه. وضحت. طيب يا استاذ مصطفى، العفو للمقاطعه، سؤال اخير فيما يخص انعكاسات هذا الخبر ومقتل البغدادي على الساحتين السورية والدولية. بلا شك هناك انعكاس واضح على التنظيم داخليا،
توزيع معيشة خلال الفترة القادمة حالة من التعقيد، سواء في اختيار خليفة جديد البغدادي. احنا عارفين ان المسألة يعني لم يفهم طبيعة التركيب الهيكلي لتنظيم داعش يجب ان عملية اختيار خليفة جديد او زعيم جديد للتنظيم مسألة معقدة محتاجة اجتماع لمجلس شورى التنظيم واجماع من الولاة عليه، وان يكون من نسب قرشي. هناك شروط عدة معقدة سوف يحتاج التنظيم بعض الوقت حتى يقوم بعملية اختيار لخليفة جديد. ناهيك على ان هناك حالة خلاف حسمها البغدادي من خلال المفروضة حوالين المجموعات التابعة للتنظيم او المعادة له في سوريا والعراق، هذا على المستوى الداخلي بالنسبة لداعش. لكن على المستوى الخارجي اعتقد ممكن يكون رد فعل التنظيم او عناصر التنظيم او خلايا التنظيم او ولايات التنظيم خلال الفترة القادمة، يعني خلال الايام القادمة في تقديري، رد فعل انتقامية. قد تكون هناك ذئاب منفردة او خلايا جائلة للتنظيم في اوروبا وغيرها هتحاول توجه ضربات للمجتمع الغربي ومصالح الولايات المتحدة الامريكية في محاولة الرد على قتل داعمهم. وايضا على الساحه الداخليه اعتقد وضع ولايه العراق وسوريا اعتقد يختلف كثيرا، لان اختفاء البغدادي وحاله الزخم اللي كان دايما يعني بيوجدها من خلال بعض رسائله الصوتيه او تواجده في هذه المنطقه كان بيعطي زخم اكبر لعناصر التنظيم الموجوده في سوريا والعراق. اعتقد هذا الامر يعني سينحصر الى حد كبير. وايضا هناك امر غايه الاهميه انه ربما يفقد العراقيين او القاده العراقيين رياده وخارج التنظيم بعد قتل الخليفه العراقي ابراهيم السمرائي. طيب. أبو بكر البغدادي ربما تذهب قرار التنظيم لأحد القادة المصريين الموجودين داخل التنظيم سواء الشرعيين أو أحد أعضاء المجلس العسكري، أو ربما تذهب لأحد القادة التونسيين أو حتى لشخص من خارج الفكرة وصلت. جزيل الشكر من القاهرة الباحث في الجماعات الإرهابية مصطفى أمين، شكرا جزيلا.